جميلة أوي الهدية دي يا أحمد. ميرسي. اللي واخد عقلك يا باشمهندس؟ المستقبل أشرقت، حاسس إن مستقبلي مش هيكون في أي حتة تانية غير هنا في القاهرة. نفسي يبقى عندي شقة في برج النيل، منصب كبير في شركة مقاولات كبيرة، وعربية أحدث موديل، ومرتب بالألافات. ربنا ينورك وتحقق كل أحلامك وأكتر منها كمان. بس نفسي بقى أعرف إيه هي الخطوات اللي هتمشيها عشان توصل للأحلام دي؟ كل ده متوقف على حاجة واحدة بس، بابا دماغه تلين ويوافق أشتغل عند عمه. ساعتها بس هتتحقق كل أحلامي وبزيادة وفي زمن قياسي كمان. أكيد ممكن مصطفى كان عنده أسباب قوية لما رفض الموضوع من أساسه. يعني مش موافقة برضو؟ علي، هو أنت ليه حبيبي مستعجل على جوازنا؟ عشان بحبك أوي. طب ما أنا كمان بحبك أوي. بيتهيألي شعوري نفس شعورك وزيادة حبتين كمان. ما ينفعش أتجوز غيرك. خلاص، يبقى عالصيف إن شاء الله بعد ما تخلصي امتحانات وأنا أخلص الماجستير نعملها بقى. نكتب كتب كتاب ونعمل الدخلة ونقعد مع ماما وهي الشقة واسعة وتساعنا احنا التلاتة مؤقتا يعني. بص يا علي، مامتك دي خالتي وأنا بموت فيها، لكن ما ينفعش. أنا عايزة شقة تبقى محدقة على قدي أنا وأنت، أوضة وصالة، نحس بالاستقلال وتبقى ملكنا إحنا. يا إما نستنى شوية تحوش قرشين وتجيب شقة، يا إما تبني شقة فوق شقة مامتك. أنا دلوقتي بحوش 3000 جنيه وداخل جمعيتين، كل واحدة منهم ب 2000 جنيه وهقبضهم إن شاء الله في خلال 3 أشهر، وأول ما أقبضهم أبدأ على طول في البنى، أبني كده شقة صغيرة فوق شقة ماما. بس المشكلة بقى بعد كده مش هلاقي فلوس عشان أجيب العفش والأجهزة الكهربائية. يا حبيبي حبة حبة وكل حاجة هتكمل إن شاء الله. ابني أنت بس الشقة وشطبها وما تشيلش هم. أنا متفقة مع بابا هيجيب الأجهزة الكهربائية والعفش كمان يا سيدي. لا لا لا، كده كتير قوي يا دكتور مصطفى، كفاية علي العفش. أنا بقى هجيب الأجهزة الكهربائية من معرض السلع بتاع النقابة، واحدة واحدة كده بالتقسيط يعني، وكده تبقى محلولة يا بنت خالتي. ها قلت إيه بقى يا دكتور مصطفى؟ هقول إيه في إيه بس؟ ما هو أصل بالنسبة لي الجامعة والطلبة بتوعي والمركز الطبي ثم العيادة الخاصة والعيانين اللي عندي، كل ده واخد كل وقتي، ما عنديش وقت آخر أديه لأي نشاط آخر. يا سيدي دي أكبر مستشفى قطاع خاص في مصر، وتلات أيام في الأسبوع، مرتبها مش هيقل عن 6000 جنيه في الشهر. ما هي المسألة المادية دي برضو أحد الأسباب يا دكتور. أنا لا تعنيني بصراحة، أنا ما بحب الشغل المستشفيات الاستثمارية. أنا يكفيني المرضى بتوع الاثنين القمح كويس جدا كده. تعرف يا دكتور إبراهيم، مصطفى ده هيجنني. من 15 يوم جاله حتة عقد خيالي في أكبر مستشفى كبد في لندن، وبإيه؟ بالاسترليني، ورفضه. بصراحة ربنا أنا بحس إن أنا عامل زي السمكة والبحر بتاعي هو من القمح واللي حواليها ملامس والعزيزية وبلاد الغلابة ديت، إنما إن أخرج من هذا البحر أختنق أموت. أنا مرضايا دول كويسين قوي بالنسبة لي. على فكرة يا دكتور مصطفى، أنت نازل انتخابات مجلس الشعب زي ما الإشاعات مالية الشرقية، ولا إيه الحكاية؟ دي إشاعات أنا بسمعها زيكم بالظبط. بس عارف يا دكتور، أنت لو دخلت الانتخابات هتكتسح مهما كان المنافس اللي قصادك. يا سيدي، وتبقى عضو مجلس الشعب، ومش بعيد كمان تبقى وزير صحة. يا سيدي الفاضل، أنا والحمد لله يكفيني ما أنا فيه، لا عايز مجلس شعب ولا مجلس وزراء. محمود يا حبيبي، ممكن لو موضوع مجلس الشعب ده ما تمش ما تزعلش نفسك؟ يا سلام يا ايناس، معقوله 15 سنه متجوزين ولسه ما تعرفنيش كويس؟ ما انا عشان اعرفك كويس قلقان عليك قوي، وبصراحه بقى انا مش شايفه انك محتاج موضوع مجلس الشعب ده خالص. واذا كان على البرستيج فحبيبي من اكبر رجال الاعمال في البلد. ايناس، محمود الشرقاوي ما تعودش يبقى نفسه في حاجه وما ياخدهاش ابدا. انا قلت هبقى عضو مجلس الشعب يعني هبقى عضو مجلس الشعب، الحزب وافق ما وافقش هبقى عضو مجلس الشعب. طب ممكن انوس حبيبتك تطلب منك طلب صغنطوط قد كده؟ حبيبه قلبي مش تطلب،
تؤمر وانا انفذ وبس. الوقت اتاخر يا محمود، وبلاش من المشوار اللي انت رايحه ده، خليك نتعشى مع بعض ونقضي السهر سوا. معقول يا حبيب قلبي تطلبي مني الطلب الوحيد اللي لا يمكن انفذه ابدا كده محمود؟ ماشي حبيبة قلبي، اصل معادي ده مع جماعه الخواجات اللي انا بشتغل معاهم، ومعاد بيزنس مهم جدا، عاملين لي عشاء عمل في الاوتيل اللي هم نازلين فيه، وانت عارفه مواعيد الجماعه الخواجات دول بريفكس مش ممكن يتغير، وبعدين حجم الشغل اللي بيني وبينهم بالملايين. براحتك يا محمود، بس انت مش ملاحظ بقى انك بقالك اكتر من 3 اشهر بتسهر بره كتير؟ تصور انا ما خدتش بالي غير دلوقتي. على فكره انا لو منك ممكن الفار يلعب في عبي. تقصد ايه بقى؟ مش جايز مثلا اكون بلعب بديلي، ولا حتى اكون متجوز عليكي من وراكي؟ لا اوعى تقول كده، انت عارف لو ده حصل كان ممكن اعمل ايه؟ انا كنت قتلتك وقتلت نفسي. يا محمود انا بحبك قوي. انا متهيألي مفيش راجل في الدنيا بيحب مراته قد انا ما بحبك. طب ممكن بقى حبيبي ما يتاخرش، عشان في موضوع مهم جدا ماما قالت لي عليه وعايزه ادردش فيه معاك قبل ما ننام. لا يا حبيب قلبي، اي مواضيع اجليها لبكره الصبح. انا اصلي اكيد هرجع واخري، وهبقى تعبان جدا يا دوب هلاقي السرير علشان انام على طول. قلبي اوعى تقولي كده، انا ما اقدرش لا على زعل ولا على قمصة لول حبيبة قلبي. يعني ينفع يا محمود تشخط فيا وتعاملني بالقسوة دي، وانا اللي كنت هتجنن وانا شايفاك متضايق؟ فيدي انت عندك حق، وانا فعلا حسيت ان انا كنت فيري سيري لما زعقت وانفعلت كده. على كل حال يا ستي، انا جاي لك مخصوص اقعد معاكي بهداوة كده لغاية ما تروقي واصلحك على الاخر. ايه ده؟ انت مستنية حد ولا ايه؟ اه ده اكيد راجب البواب. فجأة ما كانتش تخطر على بالي ابدا. شكرا بيه. اهلا اهلا شكرا بيه. هي مفاجأة طبعا هنا. بس اهلا اهلا بيك لولا لو سمحتي، انا عايز الليله عشوة ما حصلتش، واعملي حسابك شكري بيها هيتعشى معانا هنا. حاضر يا باشا. شكري بيه منور حقيقي، هعشيك عشوة بقى ميكس غريب، جمبري على استاكوزا، حاجه ما حصلتش.